جبت لكم دولة الحدود البحرية من جهة الغرب السويد، والحدود البحرية من جهة الشمال فنلندا. إلا ما فهمتينيش ضاعت عليك فرصة العمر، ولا فهمتيني تابع معايا الفيديو للآخر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نظرا لما يدور حول بعض التعليقات عن التطوع، اليوم جبت لكم دولة أوروبية في شمال أوروبا. طبعا هي جميلة ورائعة جدا وسهلة جدا في التسجيل. ملء الاستمارة والشروط والأحكام جدا سهلة، ومع شرح بسيط جدا. ما عليك سوى متابعة الفيديو وسوف تعرف الطريقة وكيفية أداء التطوع. سوف تشتغل وتعمل مع شباب وفيالق الشباب الأوروبي في الموقع الوحيد للاتحاد الأوروبي في رعاية المهاجرين، رعاية اللاجئين، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، المسنين، وهكذا دواليه. يعني جدا سهلة، وهذا الموضوع يخص من يريد أن يتطوع. وإذا فهمت ما يدور في أول الفيديو فأنت جدا ذكي وسوف تحصل على فرصة العمر. فقط تابع معي، لأن هناك يعني يكون غلط في التسجيل، فإذا كان هذا الغلط لن تفتح معك صفحة فيالق الشباب الاتحاد الأوروبي. لازم أن تتابع معي، وإذا لم تفهم شيء يمكنك تركه في التعليقات وأنا سوف أجيبك بكل سرور. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. إذا أخي الكريم أختي الكريمة، نذهب مباشرة إلى التسجيل في هذا الموقع الرائع لفيالق شباب الاتحاد الأوروبي. إذا مرحبا بكم إخواني أخواتي، نحن نوجد على الموقع الوحيد والرسمي للاتحاد الأوروبي. إذا بشكل سريع سوف نتطرق إلى الموضوع وسأشرح لكم طريقة التسجيل بأسهل شيء، أسهل طريقة في التسجيل. يعني أخي الكريم سوف تظهر لك الصفحة هنا، سوف نتطرق إلى الموضوع هنا في لاتفيا. طبعا وصف النشاط، سوف تقوم بالتطوع مع كبار السن وستحدد الوجهات الأخرى. هنا ترتيبات الإقامة والطعام، سوف يكون لك غرفة، يعني هنا الغرف مع باب خارجي ومطبخ ودوش ومعيشة مفتاحة ومايكروويف وأطباق، يعني هنا كل شيء، لا تخف، فكل شيء متوفر. هنا سوف تحصل على تدريب عند الوصول. هنا الملف الشخصي، يجب أن يكون متطوع مسجل في بوابة الشباب. أنا سوف أريك كيف تسجل، فتابع معي خطوة بخطوة ولا تسرع. هنا البحث عن المشاركين من الدول العربية، هنا سوف تجد ليبيا أخي الكريم أختي الكريمة، هنا سوف تجد سوريا الجمهورية العربية السورية، هنا موجودة إيجيبت، هنا مصر أخي الكريم أختي الكريمة، هنا المغرب، موروكو. إذن في هناك دول عربية، هنا الجزائر موجود، موجودة الجزائر، الجيري، هنا تونيزي، تونس. فسارع قبل حذف هذه الدول العربية، هنا الجزائر أخي الكريم أختي الكريمة. إذن هنا موقع النشاط، الموعد النهائي هو 30/9/2020، وهذا التاريخ قادم. أول شيء سوف تقوم به أخي الكريم أختي الكريمة، أول شيء تقوم به وهو عفوا أول شيء تقوم به وهو هو التسجيل في هذا الموقع. سأريك الطريقة، طريقة التسجيل موجود في صندوق الوصف الموقع الذي سوف تقوم بالتسجيل فيه. الآن سوف نتطرق إليه بسرعة. إذا هنا أخي الكريم، إذا أردت التسجيل، إذا كنت مسجل من قبل فسوف تضغط على لوجين، إذا كنت غير مسجل سوف تضغط على create an account. هنا سوف تسجل اسمك الشخصي والعائلي، والإيميل يكون باسمك الشخصي واسم عائلتك، وسوف تعيده مرة أخرى. ثم اللغة سوف تضغط فرنسي أو إنجليزي، ثم هذا الكود سوف تسجله هنا. إذا لم يظهر لك يمكنك الضغط على أيقونة الأسهم لتغيير الكود، وممكنك الاستماع إليه عبر بلاي. إذا هنا بعد أن تسجل هذه البيانات سوف تضغط على create an account، سوف تسجل في هذا الموقع.
وسوف تتوصل بعد ثواني أو دقيقة بالكثير ببريد إلكتروني. هذا البريد سوف تدخل به منه عبر الرابط الموجود في البريد الإلكتروني. استمع جيدا لكي لا تقع في الخطأ. سوف تدخل من البريد الإلكتروني بشكل مباشر. سوف نذهب إلى طريقة التقديم على هذه الفرصة بسرعة. إذن بعد التوصل إلى بالبريد الإلكتروني وملء كل بيانات التسجيل الأولية، سوف نذهب إلى بيانات التسجيل الثانية. هنا أخي الكريم، أختي الكريمة، كما قلت لكم، هنا سوف تضغط على ملف التعريف الخاص بك في هذه الخانة باللون البني. هنا سوف تضغط على Your Profile، سوف تضغط عليها هكذا، ثم ننتقل إلى ملء البيانات من أجل التقديم على هذه الفرصة بكل سهولة. فهذا لا يحتاج منك شيئا يعني صعب. أنا أتكلم باللغة العربية الفصحى لكي يفهمني جميع الشعوب، فعفوا لكم. فيعني هنا إخواني أخواتي، سوف نتطرق الآن إلى ملء البيانات بكل سهولة. هنا يشكرونك على التسجيل. إذن هنا نشكرك للانضمام إلى فيلق التضامن الأوروبي. أخي الكريم، سوف نبدأ بملء جميع البيانات بعد أن تسجل. كما أريتك في الأول، لازم أن تسجل وتدخل عبر بريدك الإلكتروني. فآخر شيء سوف تحصل على ID ورقم التسجيل في هذه الفرصة. إذن سوف تضغط على علامة الزائد. أنا وضعت هنا اسم ونسب مستعار وتاريخ ازدياد مستعار والجنس وضعت ذكر. إذن والبريد الإلكتروني سوف تضعه كما قلت لك، ولغة الاتصال المفضلة لديك وضعت فرنسي. أنا أضع على سبيل المثال وأنت سوف تسجل معلوماتك. ما هي الدولة التي تقيم فيها؟ وضعت الجزائر على سبيل المثال. ما هي جنسيتك؟ نفس الشيء جزائري، إذا كنت مغربي مغربي، تونسي تونسي، سوري سوري، أي شيء على حسب الدول الموجودة في الصفحة الأولى. هناك دول مشاركة عربية وهناك دول عربية غير مشاركة. تابع معي أخي الكريم، هنا العنوان، سوف تسجل عنوانك والبلد البلدة والكود البريدي لبلدك. هنا الهاتف، رقم الخط الأرضي، سوف تسجل الهاتف المحمول وتضغط سيف حفظ. سوف تضغط على حفظ، سوف تحفظ هذه المعلومات الأولى، ثم تذهب على الزائد بالجهة اليمين، ثم تسجل خبرتك التعليمية والوظائف، ثم معلومات إضافية عن نفسك ولغتك. سوف تضغط على هذا الزائد وتختار اللغة، وهنا تحمل سيرتك الذاتية الأوروبية أو كندية سواء، لا مشكل. فأنا أفضل السيرة الذاتية الأوروبية هنا لأنك ترسل إلى أوروبا. لا تتعدى 2 ميجا بايت PDF. استمع جيدا أخي الكريم وتابع معي لكي تعرف الطريقة الصحيحة. إذن بعد هذا سوف تضغط على هذه الأيقونة هنا. أنا متاح في أي وقت لأي مشروع، حتى إذا لم تكن متاحا يمكنك هنا تسجيل بيانات أنك متاح في هذه الفترة أو هذه الفترة. أنا أفضل أن تضغط على هذه الأيقونة أنك متاح في جميع الفترات، ثم تضغط على هذه المربعات: استقبال دمج اللاجئين، تحديات العمل مع الأطفال، مع كبار السن، مع المعاقين، مع. سوف تضغط على كل هذا تقريبا من أجل يعني معرفة أنك متطوع محترف في التطوع. إذن هنا سوف تضغط على لا. هل سبقت أن مارست نشاطا في الخدمة التطوعية؟ تضغط على لا. تابع معي أخي الكريم أختي الكريمة، تضغط على لا، ثم تقوم بسيف حفظ، هذه المرحلة الثانية. ثم المرحلة الثالثة الزائد. إذن أريد أن يتم النظر في مشاريع التطوع. ما هي البلدان التي ترغب في التطوع فيها؟ النمسا، أريد أن أتطوع في أوروبا، أريد أن أتطوع في بلجيكا. هما يسألوني عن يريدون في الدنمارك، في إستونيا، في فنلندا. أنت اختار الدول التي تريد التطوع فيها. إذن كي لا أطيل عليك، استمع لي جيدا. هنا خبرة سابقة في التطوع، إذا كانت لديك خبرة تضغط تسجل، إذا لم يكن لديك لا تسجل، ولا اكتب أنك لست يعني لم يكن لديك فرصة تطوع من قبل.
أو فرصة أو عندك تطوع في بلدك. أنا أقوم برعاية المسنين في بلدي، أنا أقوم برعاية الأطفال في بلدي، أختي الكريمة أنا اشتغلت في الحضانة، في يعني هكذا. إذن لماذا تريد التطوع مع الفيلق التضامن الأوروبي؟ أريد التطوع لكي أكتسب الخبرة مع شباب الفيلق الأوروبي ولكي أساعد اللاجئين والمهاجرين هكذا. وتقوم بضغط على سيف، تابع معي. إذن المرحلة الرابعة على الزائد دائما، أريد أن أكون في الاعتبار لمشاريع المهنية. سوف تضغط على الدول نفس ما أريتك في الأول، ألمانيا إستونيا، تضغط على الدول التي يكون لها الاعتبار، السويد هولندا، ما هي التي تهتم، المهن التي تهتم بها. سوف تملأ جميع هذه الخانات، نعمل مع المعاقين، مع كبار السن، مع الأطفال، مع اللاجئين، مع المهاجرين، الرعاية الصحية، تقديم الطعام، تملأ هذه البيانات، الفنون والموسيقى والمواصلات والإدارة وكل شيء. سوف تملأ هذه البيانات لكي يكون لك حظ ونصيب. لماذا تريد القيام بمشروع مهني مع مفيلق الشباب التضامن الأوروبي؟ يعني أريد القيام بهذا المشروع المهني من أجل كذا وكذا، من أجل التطوع وزيادة المعلومات وهكذا. المهم وتضغط على حفظ سيف، لا تنسى سيف، لا تنسى الضغط على حفظ. تابع معي أخي الكريم، آخر هنا الخامس، آخر شيء، I agree، يعني أنا موافق على هذه الشروط. سوف تملأ هذه المربعات الصغيرة، أنا موافق على هذه الفرصة. هنا كل هذه المربعات سوف تملأها، هذه المربعات تضغط عليها تملأ هذه المربعات أخي الكريم أختي الكريمة، كلها تملأها لأنك تضغط على أنك موافق، ثم تضغط على سيف. تكون قد أكملت البروفايل وملأ جميع هذه البيانات لأن تصل إلى لكي يظهر البروفايل، ملفك الشخصي يظهر عند فيلق الشباب الأوروبي من أجل التواصل معك. إذن الكثير من الأشخاص يقع في هذا الفخ هنا أخي الكريم أختي الكريمة. أريد أن أريك هنا موجود باللون الأحمر هذا المستطيل، عند بداية التسجيل إذا لم تسجل ببريدك الإلكتروني كما أريتك في الأول، تدخل عبره وتضع رقم سري وكل هذا، فلن تتغير الصفحة، سوف تظل الصفحة على هذا الشكل. يجب أن تسجل عبر بريدك الإلكتروني، سوف تدخل إلى موقع موجود باللون الأزرق في البريد الإلكتروني، ثم يتغير هذا المستطيل باللون الأحمر، يصبح على هذا الشكل كما أريتك أنا أخي الكريم أختي الكريمة في الأول هنا، عفوا، كما أريتك باللون البني. سوف يتغير إلى اللون البني من أجل أن تقوم بالتقديم على هذه الفرصة. هنا 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 سوف يتغير بهذا اللون البني، لن يكون هناك لون أحمر. أخي الكريم أختي الكريمة، أنا أتمنى لكم حظا موفقا في هذه الفرصة الرائعة، فلا يعني لا تتركها تذهب هباء منثورا. وشكرا لكم على المشاهدة من قناة سويت هارت للهجرة.